50. لو يسألك أحد ما هي الملكة الفواكه التلندية؟ فالجواب هو مانغوستين، ذات قشرة بنية سميكة وعلى رأسها فصوص متدلية مثل التاج وقلب من فصوص بيضاء طعمها حلو ولذيذ. يعرف المستهلكون الأجانب بشكل جيد المانغوستين هي شجرة مستديمة طولها حوالي 10 أمتار إلى 12 مترا، يمكن حصادها طوال السنة وبالخصوص خلال شهر يونيو ويوليو. يرتبط حياة شعب تايلاند بمانغوستين منذ زمن بعيد، وهناك ما سجل التاريخ فيما كتبه الملك راما الأول في قصة رامايانا ورسالة محفوظة لسفير سريلانكا أن فاكهة مانغوستين هي ثمرة معدة لاستقبال السلك الدبلوماسي المعتمدين. أهم مواقع زراعية لمانغوستين في منطقة الشرقية والجنوبية، وأكثر المحافظات الخمس زراعة نحو جنتبري، نكون سيتمرات، شمبون، تراب، وريوم. وفي العادة تتوقع المانغوستين طازجة أو تصنع في صورة المنتجات المصنعة المتنوعة. المانغوستين لديها حكمة غذائية عالية تحتوي على الفيتامينات B1، B2، فيتامين C، بيتا كاروتين، والتي أكدت الدراسات العلمية الحديثة أنها تساعد على موافقة الجذور الحرة وعلاج السرطان، كما تساعد على تحقيق التوازن في الجسم. تحتل تايلاند المرتبة الأولى في تصدير المانغوستين في العالم، فما زالت الأسواق العالمية في حاجة إلى كميات كبيرة من المانغوستين الجيدة، مع أن أصحاب المشاريع لهم الخبرة والتجربة في الإنتاج والتصنيع أيضا. إذا تحدث تايلاند إلى أن تصبح رائدة في مجال التصنيع وتصدير المانغوستين الجيدة إلى الأسواق العالمية. ومن أجل تطوير الصادرات وتوسيع سوق الفاكهة المانغوستين، تفرض الحكومة التايلاندية هيكل الإنتاج والتصنيع وفقا لمعايير المعتمدة العالمية للحصول على شهادات GAP، GMP و HACCP لتزويد قيمة المنتجات المصنعة بتطوير وتحسين أصناف المانغوستين عبر البحث العلمي. تحدث أيضا إلى الحفاظ على الأسواق المستوردة المقدمة والعمل على توسيع الأسواق الجديدة. إن معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع من أول مرحلة إلى آخر مراحلها إلى السوق لا تتم إلا بالإدارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في إيصال البضائع إلى أيدي العملاء على أكمل صورة. أصبحت المانغوستين من إحدى الفواكه ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في الأسواق الدولية، وذلك يؤكد بالفعل أن تايلاند مستعدة لتصبح بكفاءتها أفضل مطبخ للعالم.